مرحبا بكم في استوديو نخيل المدى الخاص بمعرض العراق الدولي للكتاب وحلقة جديدة عن القراءة والكتاب ومنتج الكتاب وفرسانه. معنا الدكتور مهدي العلاق. مرحبا دكتور. اهلا وسهلا. حقق أعلى المبيعات، هل تدفعك هذه العبارة اقتناء الكتاب؟ وما الذي يشجعك على اقتنائه؟ نعم، برغم التطور الحاصل في تقنيات إيصال المعرفة بوسائل المختلفة التقنية والمتقدمة، إلا أن إبقاء نكهة الكتاب بنسخته الورقية له طعم خاص. وأنا حين دخلت المعرض حقيقة وفي أيامه الأخيرة فوجئت بهذا الكم الكبير من الشباب والشابات والشخصيات الأخرى التي تتسابق لشراء الكتب، وهذه علامة صحية تسرنا كثيرا، لأننا نعتقد بأن التواصل مع الكتاب هو تواصل مع العلم، تواصل مع المعرفة، تواصل مع الثقافة والأدب. لذلك هذا يعبر عن أصالة الشعب العراقي وتواصله مع الفنون المختلفة وميادين الكتب المختلفة. دكتور، بغداد تقرأ وتكتب وتقيم معارض للكتاب، كيف تعلق على ذلك؟ هو ليس غريبا على بغداد ذلك. بغداد هي بغداد الحضارة وبغداد الثقافة. في الحقيقة قراءة الكتاب قضية تاريخية مترسخة في ذهن العراقيين، وهذا يعكس كل شيء في بغداد. نعم، أصبح كل شيء في بغداد. في بغداد يعكس هذا عمق الثقافة والأدب والأصالة. كلمة لنخيل المدى دكتور. أنا أحيي هذه المؤسسة لاهتماماتها الثقافية والعلمية المختلفة، وأتمنى أن نتواصل مع هكذا معارض حتى نأكد جدارة الشعب العراقي والعراق في التواصل مع المعرفة بأصنافها المختلفة. شكرا جزيلا دكتور. إلى أن نلتقيكم مع نخلة عراقية أخرى، أستودعكم الله.